والله هي المشكلة لما طالع من ناحية الفواتير اللي مال المكالمات الخارجية، مثلا واحد عندنا اخواننا او شيء برا نبي المكالمات وش من النوع، ولما نراجع فيهم للموظف المختص بالمواصلات يقول مثلا بعدها ما وصلت، ولا يعني بعد ما جابوها تطلع من الدوام وراجعهم كذا يوم. اولا المسؤولين عندنا طبعا ما راح يخلونا على كيفنا، بعدين تجينا مفاجأة انذار ان ما دفعنا كذا كذا مبلغ 400 500 دينار، انذار يعني الموظف اللي معاشه 200 250 دينار مستحيل راح يدفع 400 دينار او 500 دينار على مكالمات. صحيح ان هذا من حق الدوله، المفروض يحط المحصلين صدور لان هذه ممتلكات الدوله. هذا اول شيء. بعدين النقطه الثانيه عندنا لما بغينا نطلب خط برا شو يقولون؟ يا اما مشغول او يا اما بعد ربع ساعه او 5 دقائق وننطر على الفاضي. بعدين لما يصير تغلبات الجو امطار او يعني كذا التلفونات تخترب، يعني معظم التلفونات معطله. بعدين عندك لما نطلب من الاستعلامات رقم نبي اللي 101، هذا كذلك مشغول او انه ما حد يشيله او انه يقولون هذا مو مسجل عندنا، وهذا مسجل ومتاكدين منه وكذا مره متصلين مثلا فيهم وماخذين الرقم منهم هذا، وهذه المشكله. ونرجو من المسؤولين الاطلاع على هذا يعني لمصلحه الشعب.